مجلس الوزراء يصادق على 3 مشاريع مراسم وبيان يحدد القواعد والإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية في بلادنا. الوزير الأول يترأس اجتماع لجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19 ويؤكد على ضرورة التحلي باليقظة والتعامل الجدي مع هذه الموجة الجديدة. نواكشوط تحتضر أعمال ورشة تحسيسية لاستعراض النصوص التنظيمية المتعلقة باستيراد واقتناء وتوزيع وبيع الأدوية البيطرية. المسائية من الموريتانية تصحبكم فيها زينب المختار ومحمد فارول. سيدنا أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كمان ورحبوا بعائشة عالية التي ترافقنا بلغة الإشارة، وللتذكير دائما بادروا بالتلقيح والتزموا بالإجراءات الاحترازية. اجتمع مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة السيد محمد بن الشيخ رزواني رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على 3 مشاريع مراسيم، من بينها مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين. درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب العيون، مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي، مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 126/2006 بتاريخ 4 ديسمبر 2006 المعدل المتضمن النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين. يرمي مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل بعض ترتيبات النظام الخاص بالمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين بهدف تحديث الترتيبات المتعلقة بالعبء التدريسي وتحديد الشروط الموضوعية والإجراءات اللازمة من أجل الترقية والتقدم في مختلف درجات سلك المدرسين الباحثين ومراجعة الترتيبات المتعلقة بمنح لقبي أستاذ شرفي وأستاذ متميز، خاصة من حيث مدة وشروط الولوج إلى كلا هاتين الوضعيتين. وقدم وزير العدل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الوظيفة العمومية والعمل بيانا يتعلق بالانتخابات المهنية في موريتانيا. يهدف هذا البيان إلى وضع خارطة طريق تحدد القواعد والإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية في موريتانيا. هذا وعلق كل من وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة وكالة السيد محمد مال عينين وليه، ووزير الصحة السيد سيدي ولي الزحاف، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيد آمال من سيدي ولي الشيخ عبد الله في مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. واستعرض السادة الوزراء كل فيما يعنيه مشاريع المراسيم التي صادق عليها المجلس. أنهى رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني مساء أمس زيارة دولة التي أداها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ومكنت هذه الزيارة من تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. نتابع فيما يلي ملخصا عن هذه الزيارة. كان رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني ووفده المرافق موضع حفاوة كبيرة خلال مقامهم على أرض الجزائر الشقيقة في زيارة الدولة التي دامت 3 أيام بدعوة من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. تجلى الترحيب والحفاوة وكرم الضيافة الأصيل من خلال الاستقبال الرسمي على أعلى المستويات بمطار هواري بمدينة الدولي وبقصر الرئاسة الجزائرية، ومن خلال المباحثات المتكررة على انفراد وبشكل موسع واللقاءات التي أجراها فخامته في مقر إقامته بالجزائر العاصمة مع كل من رئيس مجلس الأمة الجزائرية السيد صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السيد إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية الجزائري السيد أيمن عبد الرحمن.
وقد تناولت هذه اللقاءات وعلاقات التعاون الممتازة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والدفع بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. وقد تميزت زيارة رئيس الجمهورية للجزائر بإشراف سيادته رفقة أخيه ونظيره السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة على حفل توقيع جملة اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين، شملت اتفاقيتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تتعلق أولاهما بمذكرة تفاهم والثانية ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2022-2023 و2024، كما وقع الجانبان بروتوكول اتفاق تعاون في مجال الصحة ومذكرتي تفاهم في مجال التكوين المهني والمؤسسات المصغرة. ووقع الجانبان كذلك في حفل منفصل بالجزائر العاصمة مذكرة تفاهم لإنشاء طريق تندوف الزويرات التي يبلغ طولها حوالي 800 كيلومتر، مؤكدين أهمية هذا الطريق والآفاق التي سيفتحها للتعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودوره المنتظر في ربط الجزائر بدول غرب إفريقيا. وفي إطار متصل شهدت الزيارة التوقيع على اتفاق بين اتحاد أرباب العمل الموريتانيين والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين على مذكرة تفاهم حول تأسيس مجلس أعمال جزائري موريتاني تجسيدا للإرادة السياسية في خلق شراكة استراتيجية لدعم الاستثمارات البينية والتبادل التجاري بين البلدين وتنسيق التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين. رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري عقدا على هامش توقيع الاتفاقيات مؤتمرا صحفيا تحدثا فيها عن عمق الروابط بين البلدين وأهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك وترسيخه. إنه لمن المعلوم عندنا جميعا أن علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين واسعة ومتنوعة ومتجذرة في التاريخ كما أشار له الآن فخامة الرئيس عبد المجيد. ونحن الآن نعمل على تعميقها والارتقاء بهذه العلاقات لتكون على مستوى الأخوة والصداقة التي تربط شعبين الشقيقين. لقد شكلت هذه الزيارة فرصة لترسيخ علاقات التعاون هذه، وقد تجلى ذلك في توقيع العديد من الاتفاقيات التي حضرناها قبل قليل في مجالات مهمة مثل التعليم العالي والصحة والتكوين المهني والتشغيل، كما شكلت هذه الزيارة فرصة للتداول حول القضايا الثنائية وحول أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تهم بلدينا. فخامة الرئيس وأخي الشقيق، يسعدني أن أرحب بكم مجددا. أخي محمد ود الشيخ الغزواني، لقد سمحت لنا هذه الزيارة الميمونة لإجراء محادثات ثرية، وكانت فرصة للتطرق للعديد من جوانب التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين الشقيقين بصورة عامة. والحمد لله أن علاقات البلدين عريقة وتعرف تطورا لافتا ازدادت وتيرته في المدة الأخيرة بفتح المعبر الحدودي الذي أصبح بالفعل
جسرا للتواصل بين سكان المنطقة الحدودية، وضاعف من مستوى التبادل التجاري وهو مكسب هام للبلدين. تعزز بإنجاز آخر وهو اللجنة الثنائية الحدودية التي استحدثت مؤخرا برئاسة وزيري الداخلية لسهر على التعاون في المناطق الحدودية ومتابعة التنسيق الأمني. فخامة الرئيس، لقد حققت علاقات التعاون والشراكة بين البلدين مكتسبات في العديد من المجالات، وهي تستحق اليوم توفير شروط ترقيتها وتدليل ما بقي من الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعاً. ولأن الجزائر الشقيقة هي بلد المليون شهيد، حرص رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني منذ البدء على زيارة مقام الشهيد ووضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة الجزائرية المجيدة والترحم على أرواحهم الزكية. وفي متحف المجاهد المجاور تلقى رئيس الجمهورية عروضا حول مختلف أجنحة هذا المتحف الذي يقدم خلاصة ذرية لمختلف محطات مقاومة الشعب الجزائري البطل والاستراتيجيات التي اتبعها أبطال المقاومة وعلى رأسهم الأمير عبد القادر الجزائري لمقاومة الاستعمار، وكذا تضحيات جيش التحرير الوطني الجزائري وأبطاله في إطار هذه المقاومة. ودون رئيس الجمهورية في سجل متحف المجاهد: إن متحف المجاهد معلم تاريخي شامخ يروي بصدق جهاد الأمة الجزائرية ومسار ثورتها التحريرية الخالدة وتضحياتها الجسيمة في مواجهة أبشع صنوف الاستعمار. إننا أمام ذاكرة حية لقصة أمة عظيمة صنعت التاريخ وسطرت بأرواح الشهداء الأبرار أروع ملحمة من أجل الكرامة والمجد. وقام رئيس الجمهورية ضمن برنامج زيارة الدولة التي أداها للجزائر بزيارة جامع الجزائر ببلدية المحمدية في العاصمة الجزائرية، حيث تجول داخل مختلف أجنحة هذا الجامع الذي يعد تحفة معمارية وثقافية وسياحية بديعة، وتلقى شروحا حول الفنيات المعتمدة في تشييده وسعته وما يتوفر عليه من منشآت علمية وثقافية. ويعد هذا الجامع أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما يتمتع بأطول منارة في العالم بطول يبلغ 267 مترا، فيما يتربع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 27 هكتارا. ويضم الجامع قاعة للصلاة تتسع ل 120 ألف مصل، وساحة خارجية فسيحة، ومبانية ومنشآت علمية وثقافية وبحثية وإدارية وخدمية مختلفة. ودائما ضمن برنامج زيارة الدولة للجزائر، قام رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بزيارة للمنطقة الصناعية لشركة سونتراك بأرزيو في ولاية وهران. وتابع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة عرضا مفصلا قدمه الرئيس المدير العام لمجمع سونتراك، تناول مختلف المنشآت الصناعية التي تديرها هذه الشركة والقدرات الإنتاجية لمصانعها وتخصصاتها، مستعرضا ما تتوفر عليه من تجهيزات ووسائل لتسييل الغاز وصناعة البتروكيماويات وقدراتها التخزينية واللوجستية والخدمية وحجم إنتاج مصانعها خصوصا من مادتي الأمونيا واليوريا. وتكريسا لحرصه الدائم على تفقد أوضاع جالياتنا في الخارج، التقى رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بمقر إقامته في الجزائر العاصمة ممثلي جاليتنا المقيمة في الجزائر، حيث كان اللقاء فرصة للاطلاع على أهم المشاكل التي تعاني منها هذه الجالية التي هي في جلها من الطلاب. ترأس الوزير الأول السيد محمد البلال اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19 في إطار متابعة الحكومة للوضعية الصحية في البلاد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وحرصه الدائم على العناية بصحة المواطنين. وقد استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع مستجدات الحالات الوبائية وما تبينه المؤشرات المتوفرة من تصاعد في الإصابات وازدياد في الحالات التي تحتاج إلى التكفل الطبي، وتدارست بهذه المناسبة بعمق الإجراءات والتدابير التي من الضروري اتخاذها لكسر هذا المنحنى قبل أن يتفاقم. وفي هذا الصدد تم التأكيد على الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل توعية المواطنين بخطورة الانتشار السريع لهذا الفيروس والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن والفضاءات العمومية.
وتكثيف عمليات التشخيص التي تساعد في محاصرة الفيروس منذ البداية، وتوسيع عمليات التطعيم لتشمل أكبر قدر من المواطنين، فالتطعيم يبقى أفضل وسيلة للوقاية، وتوفير التجهيزات والوسائل المادية والبشرية الضرورية على مستوى الهياكل الصحية للتكفل بالمصابين. وفي الأخير وجه الوزير الأول تعليماته بضرورة التحلي باليقظات لتنفيذ كل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والتعامل الجدي مع هذه الموجة الجديدة من الوباء التي ترغم كل يوم المزيد من دول العالم على تشديد الإجراءات على أولئك الذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، وخاصة منهم الذين لا يتوفرون على إفادات التلقيح. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم وزير الصحة السيد سيدي ولي الزحاف. أهلا بكم السيد الوزير. أهلا وسهلا. بداية، هل نحن أمام موجة جديدة من كوفيد-19؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الفرصة. على ما يبدو عندنا حسب الأيام الأخيرة من يوم الأحد الماضي عندنا تزايد في عدد الحالات الجديدة وتزايد في نسب الحالات الموجبة ما بين الناس اللي تم فحصهم بصورة عامة وبصورة خاصة لدى المسافرين، فم تزايد ملحوظ في عدد الحالات من يوم الأحد إلى يومنا هذا، وأيضا هذا بالإضافة لأن عزلنا متحور أوميكرون، معناها بعينات من الفحوصات التي أجريناها جينيا تم عزل متحور أوميكرون، وهذه هي خصوصيته أنه ينتشر بسرعة فائقة. الحمد لله هذه الزيادة الكبيرة في عدد الحالات الحمد لله ما واكبها الحمد لله زيادة كبيرة في الحجز الطبي والحالات الحرجة، وبالتالي نحن فعلا نشهد تزايد في عدد الحالات، نأمل أن لا تطول هذه الفترة، ونعول في ذلك على تعامل المواطنين بوعي ومسؤولية مع هذه الوضعية الجديدة. نعم سيد الوزير، شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في الإصابات وازديادا في الحالات التي تحتاج للتكفل الطبي، فما هي الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للتصدي لهذه الموجة؟ طيب شكرا. اليوم التأمت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد مباشرة بعد اجتماع المجلس الوزاري واللي أعطى فيه فخامة رئيس الجمهورية التوجيهات باجتماع اللجنة فورا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع الجديد. والتأمت اللجنة مباشرة بعد الاجتماع وتداولت الوضعية الوبائية والظروف العامة في البلد واتخذت جملة من القرارات من بينها حظر التجمعات بكل أشكالها وتعزيز حملة التحسيس والدعوة إلى إجراءات الاحترازية المعروفة من تباعد اجتماعي واستخدام الكمامات وغسل الأيدي وكل إجراءات الاحترازية، كما أيضا قررت تعزيز عملية التلقيح وذلك باعتماد التحيين اللي يعدل استراتيجية التلقيح باستهداف المراهقين ما فوق 12 سنة، وأيضا بإدخال الجرعة الثالثة للأشخاص اللي فاتوا قبل الجرعة الثانية وخاصة منهم ذوي ظروف صحية الهشة والمسنين، وهذا كله سيتم عبر استراتيجية جهوية معناها لا مركزية عملية المكافحة، بحيث على كل ولاية كل جهة لابد أن تكون لها خطتها الخاصة بها وتعمل على تنفيذها بإشراف من القطاعات الفنية المعنية. سيد الوزير، كما تابعنا في اجتماع اللجنة الوزارية أعطى الوزير الأول تعليماته بضرورة التحلي باليقظة لتنفيذ كل الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة، فما طبيعة هذه الإجراءات ونوعيتها؟ طيب هي الإجراءات اللي تكلمت عنها ورك معناها أولا كيف قلنا حظر التجمعات، ثانيا تعزيز عملية التحسيس، ثالثا تعزيز عملية التلقيح، وأخيرا إدخال خطط جهوية
يتم تنفيذها من طرف السلطات الجهوية الصحية والإدارية وكل الفاعلين على المستوى الجهوي. وأيضا قررت الحكومة كذلك إعطاء مهلة أسبوع، بعدها سيتم اتخاذ إجراءات بحيث أن الاستقبال في المؤسسات العمومية سيكون مقيد بالتلقيح بأخذ الجرعة الثالثة وعلى الأقل الجرعة الثانية. نعم سيد الوزير، تحدثتم خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن اكتشاف 14 حالة أو 14 حالة من متحول أوميكرون، هل من تفاصيل للمشاهد الكريم عن هذه الحالات؟ يعني احنا كنا نعدل عدنا العينات الجينية، يعني الرقابة الجينية بعد اقتناء هذه التقنية، وكنا مؤخرا نعدلها كل شهر نقبض عينات تقريبا 30 عينة من بين الحالات الموجبة، ويتم فحصها جينيا للتعرف على المتحورات الفيروسية اللي منتشرة. وإلى الأسبوع الماضي آخر بيان كان عندنا أعلن ما كان فيه متواجد متحور أوميكرون، إلا أن بعد تصاعد هذه الحالات في الأيام الأخيرة عمدنا إلى إجراء فحوصة جينية جديدة، وهي اللي بينت 30 عينة، بينت على أن من بينها كانت 14 من متحور أوميكرون. شكرا لكم وزير الصحة السيد سيدي والزحاف على هذه التوضيحات. شكرا لكم. اختتمت أمس بالعاصمة فعاليات الملتقى التفكيري المنظمة من قبل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تحت عنوان الضبط والحكامة الديمقراطية لفائدة هيئات الضبط في بلادنا. وشكل الملتقى فرصة للمشاركين للاطلاع على جهود هذه الهيئات في ضبط الحقوق والحريات. بعد يومين من العروض والنقاشات حول الضبط في الحكامة الديمقراطية وضبط الإعلام والصفقات العمومية، يأتي اختتام هذا الملتقى التفكيري المنظم من قبل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لصالح هيئات الضبط في بلادنا. تهز هذه الفرصة من أجل التأكيد على أهمية إيجاد تلك الآلية التنسيقية اللازمة، وعلى أهمية إيجاد رؤية لازمة للتعاطي مع جمهور المستهدف من طرف هذه الهيئات، بغية رؤية متواصلة لنشاطات هذه الهيئات والعمل النبيل الذي تطلع به في إطار توطيد الحكامة الديمقراطية وانفتاحها على المتعاملين معها وعلى الشركاء الرسميين والمجتمعيين الوطنيين والدوليين. وأملي كبير أنه بعد هذه الأيام ستكون مجرد عتبة من عتبات تفعيل عمل هذه الهيئات والتأكيد على مقروئيتها والتأكيد على انفتاحها على مختلف هؤلاء الشركاء. مكن هذا الملتقى من خلال العروض التي تقدمت بها هيئات الضبط ممثلة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى سلطة الإشهار، مكن المشاركين من الاطلاع على حجم التحديات التي تواجه هذه الهيئات والجهود التي تقوم بها في سبيل تعزيز الحكامة الديمقراطية في البلاد. انطلقت صباح اليوم في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية لاستعراض النصوص التنظيمية المتعلقة باستيراد واقتناء وتوزيع وبيع الأدوية البيطرية منظمة من طرف وزارة التنمية الحيوانية. وتندرج هذه الورشة في إطار اهتمام القطاع بترقية الثروة الحيوانية وتحديد المسؤولية في الأدوار المتعلقة بتوزيع وبيع المنتجات الطبية البيطرية وتعزيز الرقابة والتفتيش عليها. النصوص والتشريعات المنظمة للأدوية البيطرية وأهمية هذه الأدوية ووضعيتها الحالية في بلادنا، إضافة إلى نظم الرقابة والتفتيش المنفذة من قبل المصالح البيطرية في موريتانيا وشبه المنطقة بخصوص بيع الأدوية البيطرية والأسواق الموازية والتحديات المطروحة في هذا المجال، مواضيع سيتم عرضها وتوسيع النقاش حولها خلال هذا الملتقى التحسيسي حول النصوص التنظيمية المتعلقة باستيراد وحيازة وتوزيع الأدوية البيطرية في بلادنا. في إطار اهتمامها بترقية الثروة الحيوانية، عملت الحكومة مؤخرا على تحديث وسد الثغرات في منظومتنا القانونية المتعلقة بقطاع البيطرة
ومع إنشاء وزارة مكلفة بالتنمية الحيوانية بدأنا في تنظيم المجال والعمل على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاع في مجال الطب البيطري والصيدلة البيطرية وحماية الصحة المستهلك، إضافة إلى حماية وتحسين الصحة الحيوانية بشكل عام. بالوقت الذي تستعرضون فيه هذه النصوص القانونية فإنني أدعوكم كل فيما يعنيه إلى الصرامة في تنظيم ذات هذه النصوص والتشديد الرقابة والتفتيش من أجل محاربة الممارسات الغير المشروعة للمهنة البيطرية، خاصة تجارة الأدوية المزورة والاستخدام السيء للأدوية والعقاقير البيطرية، وكذا ممارسة الطب البيطري دون استيفاء الشروط القانونية. يرمي الملتقى المنظم من قبل وزارة التنمية الحيوانية إلى نشر ومشاركة النصوص التنظيمية والتأكيد على تطبيقها بشكل أمثل بقية الحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية الصحة العمومية مع ضمان سلامة الأغذية ذات المنشأ الحيواني وتحديد دور ومسؤولية كل جهة فيما يتعلق بتوزيع وبيع المنتجات الطبية البيطرية وتعزيز الرقابة والتفتيش على هذه المنتجات بما يضمن تنظيم قطاع الأدوية البيطرية في بلادنا. اختتمت صباح اليوم بإعدادية عرفات 8 في ولاية نواكشوط الجنوبية فعاليات الأسبوع الوطني للمتحف داخل المدرسة. ويهدف هذا الأسبوع إلى إبراز وتطوير المواهب الشبابية في الفن التشكيلي بالمؤسسات التربوية. في إطار سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تنمية المواهب الوطنية في مختلف المجالات وخاصة الطلابية، اختتمت فعاليات أسبوع المتحف في المدرسة الذي نظمه المكتب الوطني للمتاحف بالتعاون مع إعدادية عرفات رقم 8 لصالح 30 تلميذا. قد مكن هذا الأسبوع المستفيدين من التعرف على مختلف الفنون التشكيلية. يشرفني أن أكون معكم اليوم باسم وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان من أجل افتتاح هذا الحفل البهيج الذي تتكشف فيه مواهب التلاميذ الإعدادية، ويضرب نموذجا للإعداديات الأخرى وللمدارس، مما يعني أن لدينا مواهب فنية شبابية لدى الطلاب ويجب أن تنمى. مدير المتاحف الوطنية السيد كان هادي مامادو ذمن جهود مختلف الشركاء في هذا العمل الفني وخاصة الأسرة التربوية على مستوى هذه المؤسسة. بدوره ثمن المدير الجهوي للتهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليم على مستوى نواكشوط الجنوبية السيد باتنو العروة، ثمن مثل هذه الخطوة التي انعكست بشكل إيجابي على معارف ومهارات الطلاب. مديرة الإعدادية السيدة خط السنهوري في كلمتها بالمناسبة عبرت عن شكرها لقطاع الثقافة على اختيار مؤسستها كنموذج للتدريب والتكوين على مهارات الفن التشكيلي كأحد ركائز التعبير عن القضايا الاجتماعية للوطن. التظاهرة اختتمت بعرض لمجموعة الرسوم والصور التي خطتها أنامل هؤلاء التلاميذ بعد فترة التكوين على القواعد الأساسية لهذا الفن الراقي. أعلنت وزارة الصحة اليوم في إجازها الصحفي اليومي تسجيل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا إلى 41,154 إصابة، من بينها 39,138 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 863 حالة وفاة. بدأت اليوم على مستوى مركز الاستطباب الجهوي بمدينة يقجوجة التحضيرات لانطلاق أعمال قافلة طبية منظمة من طرف هيئة زايد الخطاط الطبية. وستجري القافلة التي تدوم 4 أيام عشرات العمليات والاستشارات بشكل مجاني. في مركز الاستطباب الجهوي بمدينة أقجوجات يجري أعضاء القافلة الطبية المنظمة من طرف هيئة الزايد للخطاط الطبية تحضيراتهم لإطلاق أعمال القافلة على مستوى ولاية إنشيري، حيث تفقد الوفد غرفة العمليات بالمركز وغرف الحجز وقوفا على جاهزيتها لاستقبال المرضى. هذه القافلة المنظمة اليوم فيها 14 تخصص من التخصصات الطبية والجراحية اللي تستهدف ولاية إنشيري. الحمد لله الإقبال كبير جداً،
وهذه القافلة اللي توفر استشارات في مختلف التخصصات، وكذلك توفر فحوصات الدم وكذلك فحوصات الأشعة والتلفزة في مختلف هذه التخصصات، وهو تحضيرات جارية على مستوى التنظيم، مستوى كذلك توزيع المهام من أجل تسهيل، والهدف هو تقريب الخدمة من المواطن الموجود في ولاية إنشيري. وستجري هذه القافلة عشرات العمليات الجراحية والاستشارات، إضافة لتوفير كميات كبيرة من مختلف الأدوية بشكل مجاني. اليوم الأول من القافلة تم فيه التحضيرات لجميع للدخول على جميع الأخصائيين ولبرمجة بعض العمليات، وخاصة عمليات جراحة العيون. نهار الأول يعدلوا الفحوصات ويعرفوا العدد اللي يعدلوا العمليات التطبيقات، نفس الشيء بالجراحات الأخرى. والأطباء بدأوا كما تلاحظون الإقبال ما شاء الله الإقبال كبير جدا، جميع التخصصات الأساسية تقريبا موجودة، والحمد لله الجميع استفاد، موجودين الفحوصات الأساسية كاملة جميعها متوفر، والأدوية كاملة بأنواعها حسب كل التخصصات الموجودة. وقد عبر المواطنون على مستوى مدينة يكجوجات عن شكرهم لهذه القافلة والقائمين عليها على هذه الجهود الهامة. هو أول مشين شيد هنا تلي القافلة المكينة نجات، جزاها الله خيرا، هي بسطنا الدوجة زي الخير إن شاء الله، وراجعين فالله يعود في الشفاء إن شاء الله المسلمين كاملة. رانا مثمنين مجي هذا الأطباء يجازيهم بالإحسان إن شاء الله على مجيهم، أن هذا اللي ذا الشعب والله اللي فاصل حتى في هذا الدواء، أولا بعد قاع مجاني، وهذا يذكر في إشكار الناس الضعاف اللي ذا فاصل فيه حتى، ومثمنين مجيهم حتى وزين عندنا وراضين به. وتضم القافلة التي تدوم 4 أيام تخصصات الجراحة العامة والطب العام وجراحة الأعصاب والعيون وأمراض الأطفال وأمراض الأسنان. وستجمل سيارة القافلة مقاطعة بن الشاب وبلدية محجرات. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة وكجوجت. إلى هذا الحد تنتهي الفقرة المخصصة للغات الإشارة. نشكر باسمكم عائشة علي التي رافقتنا فيما مضى من هذه النشرة. احتضنت قاعة الاجتماعات بدار الشباب الجديدة في مدينة زويرات صباح اليوم حفل انطلاقة المرحلة الأولى من مشروع نشر الوعي والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة. وتشمل مكونات هذا المشروع الموجه لصالح جمعيات الكشافة والمرشدات في ولاية تيرس الزمور التكوين والتحسيس حول الحفاظ على البيئة. تتطلع جمعيات الكشافة والمرشدات من خلال نشاطاتها التوعية إلى نشر قيم النزاهة والشفافية والتضحية في نفوس الأجيال خدمة للوطن والمواطنين. بالنسبة للحركة الكشفية عندها ياسر من النشاطات تقوم بهم، خصوصا هذه النشاطات اللي تتعلق بهذا التحسيس في هذا المجال البيئة، وأيضا توعية أفراد المجتمع حول هذه المخاطر اللي دائما اللي يعانوا منها، من خصوصا من ناحية تسرب البنات من المدارس، ومن أيضا مكافحة المخدرات إلى آخره. هذه المسائل دائما تنشط فيها الحركة الكشفية هنا بصفة نشطة على مستوى الولاية. إحنا هون شيء الحمد لله عندنا أنشطة ونمارسوها دائما في المدارس، عندنا رياضة الأطفال نعلمهم نقرهم على الحركة الكشفية. أنا كشاف لا بد أن يعود دائما مستعد، ونقرها للتحية الكشفية، والتحية الكشفية هي دي تحية تحمل الواجب نحو الله والواجب نحو الوطن والواجب نحو الذات. نشطاء الحركة الكشفية على مستوى ولاية تير الزمور الذين استفادوا مؤخرا من تمويل مقدم في إطار الشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي لدعم البيئة والتنمية المستديمة يطلقون اليوم المرحلة الأولى من مشروعهم التنموي للعام الجديد، وذلك بإشراف من مستشار والي تير الزمور المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية. يسعدني أن أشرف اليوم باسم والي تير الزمور على انطلاق مشروع نشر الوعي والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة منظم من طرف حركة الكشافة والمرشدات الموريتانية على مستوى مقاطعة زويرات، والذي يمثل إضافة نوعية إلى تنمية المقاطعة بصفة خاصة وإلى الولاية بشكل عام. وهذا المشروع مهول من طرف الاتحاد الأوروبي عن طريق منظمة أفريكا سوسانديس. ومن الجدير بذكر هنا قوله أن الاتحاد الأوروبي شريك مهم لبلادنا في مجال التنمية.
المنخرطون تطوعا في الجمعية الموريتانية الكشافة والمرشدات في مدينة زويرات ثمنوا هذا الدعم وأكدوا استعدادهم لمواكبة المشروع بجميع مكوناته. ونشكر الممولين الأوروبيين وأفريكا 70 وعدي اللي بخلالهم استطعنا أن نحصلوا على تمويل 1,200,000 في زويرات ومليون ومئتين في ديرك الكشافة في إطار التحسيس والتكوين. من أهم الرسائل التي خرج بها الحاضرون أن الحركة الكشفية في ولاية تير الزمور تفتح الأبواب أمام من يرغب من الشباب في التكوين والتأطير والتوعية حول كيفية التعاطي الإيجابي مع التحديات السلبية التي تواجه المجتمع. مختار بابا والأحمد، قناة الموريتانية، مدينة زويرات. تتواصل بولاية الحوض الشرقي الحملة الوطنية الخامسة للتلقيح ضد كوفيد-19، وقد تمت مواكبة هذه الحملة بأنشطة تحفوية وتحسيسية تهدف إلى حث المواطنين على ضرورة أخذ اللقاح. تحتضن هذه الخيمة الأصيلة عمليات تلقيح ضد كوفيد-19 بعد أن تربعت وسط بطحاء النعمة ضمن جهود التحسيس والتوعية الموازية للحملة الخامسة للتلقيح بمبادرة من مصلحة التثقيف الصحي بوزارة الصحة. وقد مكنت جهود التحسيس والتوعية من زيادة الإقبال على التلقيح في إطار هذه الحملة التي تهدف إلى تلقيح ما يربو على 70,000 شخص في ولاية الحوض الشرقي. هذه الحملة المرة ارتئينا على أن نفتح وحدة تلقيح في وسط السوق المركزية، إياك نستفادوا من المسافرين القادمين من وإلى الولاية، وحقيقة عنها ما كان ينصاب عنها بها اللي شهدت إقبال كبير من طرف الساكنة ومازال متواصل حتى الآن. فتنا الحمد لله لحقنا قرابة 400 مستفيد من هذا اللقاح في اليوم الأول والثاني. وتتميز حملة التلقيح الجارية عن سابقاتها بكونها فتحت المجال لتلقيح الأطفال وتعزيز الجرعات بالنسبة للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. الأطفال مثلا من 12 سنة إلى 18 سنة عادوا يلقحوا اليوم، بدلا من كان عندنا السيبري اللي هم الأشخاص يلا يلقحوا لا من 18 سنة فما فوق، بالإضافة للأمراض المزمنة الثانية والأخرى جاءت مولي جرعات تعزيزية. هذه الجرعات التعزيزية اللي جاءت ينقالوا أسترازينيكا، حد مثلا عنده 5 أشهر بعد الجرعة الثانية يدير مباشرة جرعة تعزيزية. عاد مولي هذا اللي ينقالوا سينوفورم اللي هي الصينية، حد عنده جرعة دارها بعد 5 أشهر تنداله الجرعة الثالثة التعزيزية. عاد ثم الذين قالوا جونسون آن جونسون اللي هي الأمريكية، حد مضى 2 شهر بعد الجرعة الأولى تنداله الجرعة التعزيزية. وقد عكس الإقبال على تلقيح ضد كوفيد-19 مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الأخذ بأسباب الوقاية. اليوم شهيت وندرت دقتي الأخرى مصبارك لا مشكلة، وقاين الناس كانوا يلا تلع الدقو استقبلها زين. أنا شاكل إن هذا الطب ومهم حتى يالت الناس ما تطلق منه، كل اللي كامل مثلاً يدافع عن حياة الإنسان يالت لا رجاج ما يبخلوش يسعى فيه حتى وراه. أنا شاكل الأطباء وشاكل الرئيس. وقد عبيت لحملة التلقيح هذه الوسائل الضرورية لتقريب هذه الخدمة الصحية من المواطنين في المدن والقرى والأرياف. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستضيف لكم رئيس مصلحة الصحة القاعدية بالإدارة الجهوية للعمل الصحي في ولاية الحوض الشرقي السيد سيدي محمد والسالك. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. ما مستوى إقبال المواطنين على مراكز التلقيح بعد أيام من انطلاق الحملة؟ مرحبا ضيفنا الكريم، أعيد السؤال، ما مستوى إقبال المواطنين على مراكز التلقيح بعد أيام من انطلاق حملة التلقيح الجديدة؟ نعم، يبدو أن ضيفنا من النعمة لم يتمكن من سماع السؤال. ها؟
إذن تتواصل لليوم السادس على التوالي في مدينة كيفة الحملة الخامسة للتلقيح ضد كوفيد-19. هذا وتشهد الحملة اليوم إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين على التلقيح سعيا لتحصين أنفسهم من فيروس كورونا. منذ ساعات الصباح الأولى بدأ المواطنون من مختلف الفئات العمرية التوافد على هذه الفرقة الطبية المرابطة في المركز الصحي بكيفة في سادس أيام الحملة من أجل أخذ الجرعات الوقية من خطر فيروس كورونا. الفرقة تتوفر على مختلف أصناف اللقاحات الموجودة وطنيا من أجل التطعيم باللقاح المناسب لكل شخص، هذا بالإضافة لحملة تحسيسية يقام بها على السيارات من أجل تنبيه السكان بضرورة الإسراع لأخذ التطعيم. نشكر الطاقم الصحي ووزارة الصحة بشكل عام على الدقر جابونا، ورانا شاكرين وطالبين جميع المواطنين الشبان كامل يديرها لا يديرها، ياكي يحمي راسه من المرض ويحمي اهله ويحمي اصحابه وجيرانه معارفه كاملين. رانا شاكرينكم حتى على الدقه، رانا درناها الحمد لله. جينا ما شاء الله لهي الحمله التلقيح، كانت تلقيح حمله جيده ومنتظمه مولية جدا. بالنسبه للاطباء كانوا قائمين بدور رائع ومنتظم بالنسبه للسلم الاداريه، وراجم جميع المواطنين اللي يقبلوا لهي عمليه التلقيح ياك يحموا رؤوسهم ويحموا انفسهم ويحموا مولي اهلهم. تشير المصالح الصحيه في الولايه الى ان مراكز التلقيح شهدت اقبالا ملحوظا من قبل المواطنين، ويرجعون هذا الاقبال للتعبئه التي قام بها الجميع من اجل انجاح حمله التلقيح هذه. هاي الحمله فعلا بدات يوم 25 في ذي الشهر وتنتهي يوم 31. طبعا الحمد لله الايام التاليه شهدت اقبال ملحوظ على المراكز الصحيه على مستوى مقاطعة كيفة. هنا تيا عندنا فرق ثابتة على مستوى جميع النقاط الصحية اللي عندها مبردات حافظة للقاحات، وكذلك المركز الصحي والمراكز الصحية اللي موجودة في القران وفقورت، وكذلك اللي عندنا فرق متقدمة راجلة لمستوى عواصم مثلا البلديات وعلى مستوى مولي مدينة كيفة نفسها، إضافة إلى فرق مولي متنقلة في السيارات اللي تستهدف الوسط الريفي. أيام وتنتهي الحملة، لكن اللقاح يظل متوفرا والأبواب مشرعة للمواطنين من أجل أخذ اللقاح وتعزيز مناعاتهم ضد وباء بلسمه الوحيد هو الإجراءات الاحترازية والتلقيح. بهبيري ولليدالي لقناة الموريتانية مدينة كيفة. نعود إلى ضيفنا من مدينة النعمة للمزيد من المعلومات حول حملة التلقيح الخامسة بالولاية. نستضيف رئيس مصلحة الصحة القاعدية بالإدارة الجهوية للعمل الصحي في ولاية الحوض الشرقي السيد سيدي محمد السالك. ضيفنا الكريم، ما مستوى إقبال المواطنين على مراكز التلقيح بعد أيام من انطلاق الحملة؟ شكرا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كيف تعرفوا هذه الحملة هي الحملة الخامسة اللي انطلقت على المستوى الوطني بصفة عامة، وعلى مستوى ولاية الحوض الشرقي مولي بصفة خاصة، وانطلقت عندنا هو يوم 25 في الشهر اللي هو اليوم السادس. ونختار ونقول على ان ما شاء الله كان مستوى الإقبال عندنا مستوى إقبال لا بأس به، منقطع النظير، ما هو كيف الأخرات اللي سابقين ذا. ونختار نقول هنا على ان في إطار مولي يخلق الإقبال، احنا عدلنا قدر من الاستراتيجيات هي كنا جبروا الإقبال. عندنا 211 فريق ملقح قسمناهم على الولاية كاملة وعلى المقاطعات، وقربنا الخدمات وعدلنا الاستراتيجيات الثابتة والمتنقلة والمتقدمة. ياك اعلن به اللي لاحظنا على أغلبية الناس يبقي يلقح غير ما عنده وسيلة يمشي بها شهر مراكز التلقيح، بالتالي عدلنا عدة أمور وقربت الخدمة. ياك اعلن المواطن يجبر اللقاح وفي بلو وهو بلدة عمله ما تكلفه تنقل ولا كلفته أي أمور أخرى. لذلك نلاحظ على أن الحمد لله اليوم قد نعود نحتلوا الصدارة، والله من بين الولايات اللي يحتلوا الصدارة اليوم في مستوى التلقيح. في هذا اليوم السادس عدلنا فتنا 54,235 ملقح، من أصل 73,000 يارتنا نعدلوها، اللي هي نسبة التغطية اليوم عندنا هي 74%، وهذا يعتبر جهد كبير، لأن عندنا خصوصا أن طلعت لنا شريحة من 12 سنة إلى 17 سنة اللي هم الأطفال
وضرك فترة المدارس، مدارس في حالة امتحانات، وكان صعيب إجبار التلاميذ يقير، وعدلت عمليات لين عادوا التلاميذ يجول النقاط والمراكز الصحية ويلقحوا فيهم، وكانت الحمد لله نسبة التلقيح فيهم نسبة كبيرة. واللي يميز الحملة عن الحملات الأخرين على أنها حملة، احنا عندنا هون استهدفنا مباشرة ذلين قالوا لا سبلا سترازينكا نذودوا للناس اللي عندها جرعة ثانية، باللي عاقبان حملة في شهر 10 واحدين داروا الجرعة الأولى، بالتالي قبونا ذيك الخطوط واتبعنا ذيك الناس إياك ندروا لها جرعة ثانية. ونضافت له ذي قضية الأطفال من 12 سنة إلى 17 سنة، واللي حصرنا لهم اللقاح سينوفارم واللي ندار لهم كذلك الجرعة التعزيزية. الجرعة التعزيزية مختلفة اللقاحات الأسترازينيكا على سبيل المثال، أي رقاه دار جرعته الثانية منين يعود عادة إلى 15 يدير جرعة تعزيزية، وخصوصاً الأشخاص الكبار في السن وأصحاب الأمراض المزمنة، هذو نشدوا على يديهم على أنهم يديروا هذه الجرعة التعزيزية اللي لابد منها. وبالنسبة للقاح جونسون من شهرين من دران، وهو كان لا جرعة واحدة وينقال لقاه اكتمل تلقيحه، جرعة تعزيزية الجرعة الأولى دار ومن بينهم شهرين معاه يدير جرعة ثانية. وكان الحمد لله هاي الحملة إلى اليوم جبرنا دي مختلف الأمور، جبرنا مختلف الأعمار وجبرنا مختلف اللقاحات، وبالمناسبة اللقاحات موجودة ومتوفرة وذا ما يزي وحده علنا لا لقاح. يا الله تنتم متمسكين بالمعايير الاحترازية من وضع الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون والتباعد وحملات التحسيس، علنا الوباء مازال موجود والمجتمع ما فات لقاح كامل، ومن ما نجبره مناعة جماعية ما نقدر نقول علنا فتنا عدنا نقدر نرفع هاي الإجراءات، وخصوصا علنا مقبلين على 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 شكل آخر متحور هو أوميكرون هذا، واللي فات وسجل بلادنا كي قال سيا معالي الوزير قبيل علنا حالات عدة منه، وبالتالي يلا نعود كاملين يقظين وطارحين البال لكل شيء، لأن فتنا استفدنا من تجربة ماضية هاي اللي فوق المراحل الاولين اللي جاونا من 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 الكورونا. نعم ورك يلتنا كل مرحله ورا مرحله تعطينا دفع جديد وتعطينا تعامل جديد وتجاوب جديد مع الاجراءات الاحترازيه، وخصوصا ذاك اللي تامر به اللجنه العليا للمكافحه الكوفيد. نعم بشان التلقيح في الحوض ولايه الحوض الشرقي، ما مدى مساهمه الحملات التحسيسيه في توعيه المواطنين بضروره تلقي اللقاح؟ طبعا الحملات التحسيسية لها دور كبير، من هذا اللي يقوم به المجتمع المدني، ومن هذا اللي تقوم به وسائل الإعلام المحلية كالتلفزة الجهوية هون وكالإذاعة الجهوية المحطة الجهوية الإذاعة، وكذلك اللي يعدلوا منظمات المجتمع المدني حملات تحسيسية، عيادة بيت بيت وعيادة الأسواق، وتعدل كذلك السلطات الإدارية الحكام وبأمر من الوالي وفي كل مقاطعة. هذه أمور ساهمت حتى في رغبة الناس والتلقيح، وكوني جد عليها قاع أنه عاد ضرورة لابد منها. بالتالي نحن كان عندنا في الحملات الأولين كنا نجبر عائق كبير، الفرق تجول وتعود يلا عندها هدف معين تعدله، وقد قليل اللي تعدل منه بها اللي الناس رافضة أغلبيتها، وفي مناطق كانت رافضة قاع نهائيا. اليوم وهي الحملة الخامسة دخلت دخلوها الفرق ولقحوا فيها كميات كبيرة، هذا نتيجة للتحسيس اللي تقوم به منظمات المجتمع المدني اللي تقوم به عمال الصحة كذلك، لأن عمال الصحة يعدلوا حملات تحسيسية لزوار المنشآت الصحية في أثناء الاستشارات وفي أثناء أخذ الرأي، إذا كان تخلق فيه تحسيس أعلن ما يلا تلقاش يعود ما هو داير اللقاح، ولا يعرف يعود ما هو داير الكمامة، ولا يعرف يعود يكون عالم بذيك الإجراءات الاحترازية ومتبعها، لأن هي اللي مع مولانا له تساعد وتساهم في الحد من هذا الخطورة انتشار هذا الوباء. نعم شكرا جزيلا لكم سيد سيدي محمد والسالك رئيس مصلحة الصحة القاعدية بالإدارة الجهوية للعمل الصحي في ولاية الحوض الشرقي. في ولاية غورغول أشرفت السلطات الإدارية والأمنية على حملة واسعة لنظافة بلدية كيهيت، وتأتي هذه الحملة في إطار مشروع دعم النظافة الذي تموله الحكومة لفائدة عشرات البلديات على المستوى الوطني. نظمت بلدية كيهيت حملة واسعة لنظافة المدينة، حيث انطلقت هذه الحملة من الشوارع والأزقة الممتلئة بالقمامات داخل سوق المدينة،
وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز جهود القطاع الصحي في مكافحة الفيروسات والأمراض وحماية الصحة العمومية. وقد أسرفت السلطات الإدارية والأمنية بولاية غرغل على هذه الحملة داعية كافة المواطنين إلى المشاركة الفعالة فيها. النظافة عملية مستمرة ولا يكفيها برنامج ولا فترة، لين ما تعود العقلية عندها عقلية نظافة دائمة ومستعدة لأنها دائما تحافظ بعد هي على اللي يعنيه كل مواطن وكل منزل، يحافظ على نظافة منزله قدامه ويجمع الأوساخ اللي عنده في بلده تعود شيء البلدية وتمشي بها، لا يعود إلا ذاك تم ما هو تام بها، اللي هي العملية لا بد لها من أطرافها كاملين. المواطن هو الأول، هو لأنه هو الغاية هو الوسيلة، واللي ما يشارك المواطن وتعود عنده عقلية لا يتشارك في هذا، لا يتم إلا عمل الدولة يوقاته اللي انتوا هم اللي العملية يرجع الحال على حاله. راجي نصطم المواطنين ومن العمد ومن رؤساء القرى ورؤساء الأحياء على أنهم العملية يلتزموا بها ويتابعوها ويكونوا فرق في الأحياء تعود دائما تعدل هذه الأعمال، وراجين أمالي على أن هذا العمل برنامج اللي هذه نهايته، إن شاء الله يعود السنة المقبلة أمالي يعود أجود ويعود أمالي في بدايته تعود أحسن من هذا. عمدة البلدية السيد طهارة براجي عبر عن أهمية هذا النشاط الذي يأتي في إطار مشروع النظافة الممول من طرف الحكومة لفائدة عشرات البلديات على المستوى الوطني، وتستفيد منه أكثر من 8 بلديات تابعة للولاية. من جانبهم طالب عمال النظافة بمواصلة هذا المشروع الذي يوفر فرص عمل لما يقارب 2000 عامل من بينهم 60 على مستوى بلدية كالهيدي. ولاد شاكرين رئيس الجمهورية وشاكرين وزارة الداخلية وشاكرين مولي العمدة، طلبوا مولي أعلن هذا المشروع أنه ينعادنا في 2022 باللي هاي الولاية حست على كل حال أن نبدع فيها شكل من النظافة، والنظافة طارحة لنا مشكلة متينة. ويهدف مشروع النظافة الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية مؤخرا إلى تنظيف كبريات المدن والبلديات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب. شوقي محمد فار لقناة الموريتانية، مدينة كالهيدي. ونبقى في كهيدي، حيث أشرف حاكم المقاطعة المساعد السيد أحمد والإبراهيم السيد صباح اليوم بمدينة كهيدي على افتتاح ورشة تكوينية لصالح 30 جمعية ما بين الشبابية والنسائية حول مفهوم اللامركزية وما تتيحه من فرص للتنمية المحلية وضرورة المشاركة التنموية الفعالة للشباب والنساء والأدوار المنوطة بهم في خلق فضاء تنموي رائد. وتندرج هذه الورشة في إطار أعمال مشروع ترقية فضاء التعبير الثقافي لدى الشباب ومشاركته في المواطنة وإدماج الشباب والنساء في مراكز صنع القرار في بلديتي كيهيدي وجول. وتسعى الجمعية الموريتانية للتعليم والصحة والبيئة من خلال هذا النشاط إلى تعزيز التواصل بين المنتخبين المحليين والفعاليات الشبابية والنسائية. وقد أدرى السيد اليماني الأحمد سيدي رئيس الجمعية الموريتانية للتعليم والصحة والبيئة لقناة الموريتانية بالتصريح التالي: هذا الورشة التكوينية تتكلم عن خلق إطار تشاوري، إطار تبادلي العراء بين المنتخبون والشباب والنساء، وهذا له يخلي ذاك يخلق إطار مهم من أجل التنمية المحلية بصفة واضحة، وهذا يتطلب مشاركتنا كاملين كمجتمع مدني كمنتخبون كنساء. وكيف ما تعرفوا بعلن فخامة رئيس الجمهورية أعطي أهمية اليوم كبيرة وعناية كبيرة للمجتمع المدني، هامه يخلق ذم تنظيم داخل هذا المجتمع المدني، ومعالي وزير الداخلية أطلق منصة خاصة بالمجتمع المدني، وهذا معناه ذم لفتة قوية، ذم توجيه قوي لهذا المجتمع المدني. ونحن كمجتمع المدني يالتنا نعرفون بعلن نعطاتنا فرصة كبيرة ويالتنا نلعبوا دوارنا كما ينبغي. أعلنت المحمية الوطنية لجاولينغ نشاطات رحلة تربوية لفائدة تلاميذ مدرسة مونافنير التي وقع عليه الاختيار لتدشين البرنامج الوطني للمدارس الخضراء.
يأتي ذلك في إطار البرنامج الوطني للتثقيف البيئي وتشبيع الأجيال الشابة بثقافة بيئية عميقة تحترم ضوابط احترام المحيط البيئي وتثمنه. سعيا إلى تقريب الصورة أكثر بحجم الرهانات البيئية في بلادنا وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان التوازن البيئي بين مختلف أنواع الحياة البرية في محمية جاولينغ، تأتي هذه الرحلة المنظمة من طرف قطاعي البيئة والتنمية المستدامة والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في إطار برنامج المدرسة الخضراء لتعميق الوعي لدى الأطفال بأهمية العنصر البيئي ومحوريته في التنمية الشاملة للبلد. حاكم مقاطعة كرمسين السيد محمد الشيخ عبد الرحمن علي كان في استقبال هذه الرحلة الاستكشافية في مقاطعته التي تحوي مخزونا ذريا من التنوع الطبيعي والبيولوجي. انطباعات تلامذة مدرسة مونا فانير المستفيدة من الزيارة كانت خليطا من مشاعر الإعجاب والانبهار بالجو الطبيعي للمحمية. اكتشفت بعد ياسر من الطيور وحريثة هو ياسر من المعالم الطبيعية. نحن نحن زينة وعاش بسنته وبيانا نتمنى تكتشف من رواية زينته. اكتشفت من الطيور والفلامينغو وشتو زيانة سحانجو عجبتني حتى، واكتشفت فيها عن خالق 300 نوع من الطيور وعجبتني حتى. الطيور وهذه الطيور وصدر فيه اسمه البيئة كمان تعامل مع البيئة. هذه الرحلة تندرج ضمن الخطة الوطنية في المجال البيئي وتحت شعار المدرسة الخضراء. الهدف هو بعلنك الرسالة حول التحسيس والتربية البيئية، أعلنها توصل لأكثر من مواطن موريتاني والله أجنبي. إذن تمت إدراج هذه الرحلة الميدانية بالتعاون مع مدرسة مستقبلي لكل منافينير، وتدخل في برنامج وطني حول التحسيس والتربية البيئية اللي مسمى اللي قالوا المدارس الخضراء. وقد وقع الاختيار في هذه الرحلة الاستكشافية على مدرسة مونا فانير لاستيفائها الشروط المطلوبة من حيث التنوع وشمولية التركيبة البشرية المحلية والأجنبية. أنا سعيدة باختيار مدرسة مونا فانير في هذه المبادرة البيئية الوطنية، وقد تم اختيار المدرسة وفق جملة خصائص من أبرزها تعدد وتنوع مشارب تلامذتنا وجنسياتهم الوطنية والأجنبية، ويسرنا أن ندشن اليوم هذا التوجه البيئي الوطني. هذه الرحلة شهدت من جهة أخرى مشاركة بعض أولياء التلاميذ الذين حرصوا على أن يكونوا جزءا من هذا الحدث. الزيارة صراحة كان لابد منها للتلاميذ باللي استفادوا منها عن جانب البيئي اللي كان ياسر منه فايتهم ولا كانوا يعرفوه واستكشفوا في ياسر من الشيء، ومنظر عنها كان لابد منها كل وقت تعدل، كل فترة تعدل منها يعني يطوروا التلاميذ بعد قاعد نظرهم للبيئة ومعرفتهم عن ياسر من الشيء كان فايت. وقادت هذه الرحلة مدرسة مونا فانير إلى محطة أفطوط الساحلي للضخ وقناة أفطوط الساحلي للري وسد جامع، واستمعوا من القائمين على المحمية حول جهود إعادة التوازن الإيكولوجي قبل هذا السد وحماية التنوع البيولوجي وتنمية المناطق المحاذية للسد. تنتهي الزيارة إذن في منتجع جاولينغ، ويخلد الجميع إلى الراحة بعد عناء رحلة فيها الكثير من المطبات، لكن جانبها الاستكشافي ودروسها في مجال الحفاظ على البيئة ستظل ترافق التلاميذ في حلهم وترحالهم، وهذا هو جوهر وروح هذه الجولة البيئية في إطار برنامج المدرسة الخضراء. أحمد لندهمر، قناة الموريتانية من محمية جاولينغ في مقاطعة كرمسين. يتميز الحي العمالي بالعاصمة الاقتصادية نواذيب بالعديد من الخصائص العمرانية والسياحية جعلت منه وجهة سياحية مفضلة لسكان المدينة. مراسلنا في مدينة نواذيب تجول في الحي وأعد التقرير التالي. على مساحة صغيرة وفي موقع سياحي مطل على البحر يقع كانسادو، الحي العمالي المنفرد بمجاله الحضري والسياحي. يتميز هذا الحي بنمط معماري سياحي فريد، ويتوفر على شبكة طرق حضرية تم تشييدها في معظم الشوارع تقريبا، إضافة إلى الأسواق والفنادق السياحية، مما منحه مظهرا خارجيا يتماشى مع خصوصية الموقع. هذه البلدة قطعا ما لها حد ما لاحظ الفرق الشاسع بينها هي
وبين انحاء المناطق الاخرى اللي في وطننا العزيز موريتانيا، اللي ما تتميز به من مناظر سياحيه خلابه، كيف البنايات اللي فريده من نوعها ما شاء الله، وثاني شيء باطلالتها المتميزه على شواطئ المحيط الاطلسي. حي كانسادو واشبه بلاصه استراتيجيه بعد من حيث السياحه في مدينه نواذيب. اولا مناخه زين ومناظره ملي زين، كي حد جاي يسوح واشبه بلاصه بمناظر زينه لو تلات ولا حاشيه البحر، ومدينه بعد سياحيه. يوفر هذا الحي لسكانه فضاءات سياحيه للراحه والاستجمام، عاده ما تشهد اقبالا كبيرا خلال ساعات المساء، ويستقبل الشاطئ كذلك جمهوره من عشاق المناظر الطبيعيه في مشهد يتم توثيقه وتقاسمه مع الاحبه والاصدقاء، كسرا لهدوء الحي ورتابه العمل اليومي. المدينه اللي تم فيها ركتها مدينه كاسادو، اصلا تويز كان هو مدينه سياحيه، الى ركتها مازال مدينه سياحيه، اصلا كانت في بليده ينقالها بارك النيكو، بل حديقه الحيوانات، وفيه ملعب هنا تشاه للاطفال وملعب للرجال، وفيه كره الحديديه وفيه مدرسات. مدينه كاسادو هذه مدينه مريحه، واهلها عايشين حياه مريحة بها، اللي مدينة دشرة زاد ما فيها صخب، ونظيفة هي ومونك، وحد سكنها سكن مدينة يقدر يستراح فيها، و يالت المدن بلايص الاخرين موريتانيا استفادوا منها ويجوا خرصوها. ورغم عراقته الممتدة عبر تاريخه وما يتوفر عليه من منشآت ونقاط سياحية، إلا أنه يحتاج بنية تحتية حقيقية في مجالات السياحة والإعمار حتى يستعيد ألقه السياحي حسب الكثيرين. على مدى سنوات عديدة شكل هذا الحي الصغير قبلة مفضلة للسكان المحليين الباحثين عن الراحة والاستجمام، وموطنا للعمالة الوطنية والأجنبية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، نظرا لما يتمتع به من مميزات وخصائص انفرد بها عن باقي أحياء المدينة. عبد الودود السدنة، الموريتانية، من حي كانسادو، مدينة نواذيبو. ختام المساء الليلة تذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يصادف على 3 مشاريع مراسيم وبيان يحدد القواعد والإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية في بلادنا. الوزير الأول يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19 ويؤكد على ضرورة التحلي باليقظة والتعامل الجدي مع هذه الموجة الجديدة. نواكشوط تحتضن أعمال ورشة تخصيصية لاستعراض النصوص التنظيمية المتعلقة باستيراد واقتناء وتوزيع وبيع الأدوية البيطرية. للوقاية من فيروس كوفيد-19 بادروا بالتلقيح والتزموا بالإجراءات الاحترازية. في أمان الله.